فهفهمه من الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ عزة وعلى مشاهدين حضرتك الكرام، وعام سعيد على جمهورية مصر العربية كلها وأستاذ المواطنين. يا رب إن شاء الله هتبقى سنة سعيدة علينا جميعا يعني. إن شاء الله يا فندم. دكتور محمد، النهاردة تم إطلاق مش كده برضو الموقع الرسمي لوزارة الصحة؟ تمام يا فندم. للي عايز يسجل علشان ياخد تطعيم أو فاكسين ضد كورونا. تمام يا فندم. ده بالنسبة لي معناه أنه حضرتك كمواطن براحتك عايز تسجل وتاخد التطعيم، أهلا وسهلا. مش عايز، هو غير إلزامي، هو غير ملزم، صح؟ مش فرض، ده اختيار. السؤال التاني قبل ما ندخل في تفاصيل التسجيل، لو أنا النهاردة عايزة أسجل وهاخد التطعيم بشكل واضح، هدفع فلوس ولا هطعم مجانا؟ هو بس اسمحي لي حضرتك بس أقول أن تم إطلاق الموقع المخصص لتسجيل السادة المواطنين لتلقي اللقاح بصفة تجريبية لمدة 3 ساعات، وإن شاء الله هيطلق رسميا يعني هتطلقه معالي وزارة الصحة والسكان. هيسمح للسادة المواطنين إن هم اللي إليجيبل أو إن ينطبق عليهم الاشتراطات إن هم يسجلوا البيانات بتاعتهم على الموقع. ثلاث ساعات من ساعة ما طلع الخبر؟ لا يا فندم، ده الإطلاق التجريبي يا فندم. أيوه يا فندم. هو هيطلق فعليا، يعني معالي الوزيرة هتدشنه وهنأذن بالإطلاق بتاعه لاستخدام السادة المواطنين. تمام. إن شاء الله يمكن بكرة أو بعده. وحضرتك بإذن الله. لأن أنا دخلت لقيت مكتوب قريبا. يا فندم. لأن هو كان يعني حضرتك أنت عارفة إن موقع بينشأ طبعًا. ويفتح للجمهور لازم كبير. يطلق بصورة تجريبية كويس، وبعدين لازم يطلق بصورة رسمية يا فندم، ولازم أناونسمنت ليه. صحيح. إن السادة المواطنين يكونوا عارفين إن هو هيطلق وإن يدخلوا يسجلوا بياناتهم. تمام. هو طبعا حضرتك عارفة العالم كله بيتسارع على اللقاحات، فدايما كل الدول حطت الأولويات بالنسبة لها الفئات اللي هي هتستهدف بالتطعيم، سواء الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أو عامل خطورة زي طيب دي ده لما أدخل على ده لما أدخل هنقول مين اللي هيدخل على الموقع. سؤالي لحضرتك دكتور محمد، لو أنا عايزة حدي بياناتي عشان أنا عايزة أخد الفاكسين، هدفع فلوس ولا هطعم مجانا؟ لا، هو حضرتك بس خطوه خطوه بعد اذن حضرتك يا استاذه عزه، ان احنا دلوقتي انا تسجيل البيانات ما فيش فيه دفع فلوس. انا هسجل لا بياناتي اكيد هسجل بياناتي، وهيسمح لي حتى لو انا معايا اللي يعزز موقفي ان انا معايا تقارير طبيه ان انا من الناس اللي عندها امراض مزمنه او كبار السن، الناس مرضى الاورام او غسيل الكلى، يسمح لي ان انا تو داونلود او ان انا احمل بياناتي على الموقع، او ان انا بس بسجل بياناتي وما بروح مركز التطعيم بعد كده الناس تعمل فيريفيكيشن وتقول البيانات دي مظبوطه او مش مظبوطه. كويس، عشان الفئات اللي هي المستهدفه بالتطعيم. طبعا حضرتك زي ما تفضلتي وقلتي السؤال بتاعك، الناس هتدفع فلوس ولا لا؟ نعم. طبعا هو اللي مش هيقدر يدفع فلوس فهو فعلا تفضلت القياده السياسيه وقالت ان هتتكفل به الدوله من خلال صندوق تحيا مصر. طيب هستأذن حضرتك يا جماعه، كلمه سياده الرئيس جاهزه، انقل ولا كمل؟ طيب عجبتني جمله اللي مش قادر يدفع، رغم انا ما اعرفش هيدفع قد ايه، ورغم ان ممكن يعني يبقى في عدم وضوح هي مجانا ولا مش هي مجانا، لكن تقصد هي مجانا لغير القادرين يا فندم من خلال صندوق أيوة تحيا مصر. تمام تمام، ده كلام في غايه الاهميه، وهتعرف بقى انا قادره ادفع ولا مش قادره ادفع، دي المعلومات بقى اللي عندكم، تكافل وكرامه. هي بالظبط في قاعده بيانات طبعا، في قاعده بيانات طبقا لقاعده البيانات في صندوق تحيا مصر وبرنامج والمبادره بتاعت 100 مليون صحه، ده مهم جدا، قاعده البيانات موجوده يا فندم متحدث، ده مهم. طيب دكتور محمد، انا هدخل احط اسمي، احط سني، احط عنواني، الرقم القومي، كل الحاجات دي هتبقى مطلوبه مني، لكن حضرتك قلت لي اني كمان اعمل سكرين لاشعاعاتي ولتقاريري الطبيه وللحاجات دي. هو طبعا يا فندم هو الفئات اللي هي مستهدفه بالتطعيم
امراض مزمنه واضحه وضوح الشمس، وهنبدا بمرضى الفشل الكلوي ومرضى الاورام. فحضرتك هو معاه تقرير من المستشفى اللي هو بيتعالج بيها، هي مجرد تمام. صوره من التقرير بتتحمل على الموقع، وطبعا من خلال قاعده البيانات الموجوده في الوزاره بيتعمل فيريفيكيشن هل هذه البيانات مظبوطه او مش مظبوطه، وبيترد عليا كمان طبعا يا فندم. والناس الاليجيبل للتطعيم او اللي ينطبق عليهم ومستهدفين بالتطعيم هيبعت لهم رساله هيقول له حضرتك مستهدف بالتطعيم، هتتطعم في المكان الفلاني، مركز التطعيم عنوانه كذا، في اليوم كذا، في الساعه كذا كمان. ده هيجي لي على التليفون؟ بالظبط يا فندم، على التليفون اللي انا هحطه. بالظبط يا فندم. تمام تمام، عشان كده الموضوع يعني مش 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 بسيط ومش سهل. واللي انا اقدر اقوله لك يا استاذه عزه ان بمنتهى الامانه يعني زي حضرتك ما تنقلت وسائل الاعلام دول وهي بتطعم مواطنيها، كانت توجيهات القياده السياسيه واشراف مباشر من معالي وزير الصحه والسكان ان مراكز التطعيم اللي مصر كانت سباقه وتجيب التطعيم لمواطنيها لازم تكون بصوره لائقه بمصر وبمواطني مصر. تمام تمام. انا بس عايز اضيف حاجه على اللي قاله دكتور محمد. الفئه اللي مش هتقدر تدفع فلوس التطعيم صندوق تحيا مصر هيتكفل بيها. انا كمان بتمنى انه يعني ما اعرفش، انا هسال فيها دينيا، هل دي تعتبر نوع من انواع الصدقات، نوع من انواع الزكاه ولا لا، عن النفس، عن الصحه، عن 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 اللي يقدر بقى يتبرع لصندوق تحيا مصر بنية انه بيشارك في تطعيم حد، دي اعتقد ان هي ثوابها كبير جدا يعني. وانا ما اعتقدش، انا ما عنديش معلومه على فكره، مش عايزه اورط دكتور محمد هو معايا على التليفون، انه ممكن الاسعار تبقى في حدود كام، فبالتالي ده مش مطروح دلوقتي لانه ممكن يقول لك لسه ما حددناش، لكن اللي يقدر يتبرع بالنيه دي اكيد هتبقى حاجه لطيفه جدا. هيردوا على حضراتكم في التليفون وهيقولوا لكم مكان التطعيم والساعة كام وتجيبوا ايه معاكم وكل الحاجات للفئات المستهدفة. شكرك دكتور محمد عبد الفتاح، شكرا جزيلا.